الله الله يا امي، اهلين يا امي، الله يعطيك العافيه الله يا رب. يعافيك يا شو حبيبي. عملت لنا حبيبتي؟ اليوم عامل لكم احلى صينيه حلبه يا عيني يا عشان عيني، اليوم تتحلى منها. الله وهي يسلمك يا رب، مكونات الحلبه يا حبيبي، ورجيهم اياها. يسلم ايديكي. وايديك يا حبيبي. مقادير الحلبه: 3 كاسات سميد خشن، كاسه طحين، 3 معالق سمسم، 3 معالق قزحه اللي هي حبه البركه، معلقه يانسون، معلقه خميره، معلقه بكن بودر، معلقه سكر. بخلط المكونات الجافة كلها مع بعض. بعد ما خلطناها بضيف كاسة زيت زيتون، وبخلي كل الزيت يتغلغل في الطحين والسميد، وبنضيف الحلبة المسلوقة. هاي بنشتريها من عند العطارين يا حبيبي، عبارة عن بذور. بنخلطها، ندير مية الحلبة بالتدريج، وبعدين بهذا الشكل حطينا كاسة مية حلبة. نحط طحينية، وبدهن الطحينية بهذا الشكل. هسه بدي أفرد الحلبة في الصينية بهالشكل هذا، قطعها بهذا الشكل، بخليها تتخمر لمدة ساعة. بعد بساعة ما تخمرت بدخلها على الفرن على درجة حرارة 180. هسه بشربها بالقطر وبتركها حتى تبرد. يا سلام، اشي بجنن. شايف كيف بتتشرب عشانها سخنة؟ اه والله. هيك بعد ما بردت بنقدمها بصحتين وعافية يا أمي. الله عليك يا أمي، سلم إيديكي. وإيديك. شوفوا ما أحلاهم، شوفوا شوفوا.